كان هذا لقاء نادي صفاقسي النادي الافريقي اللي كان سبقه البادرة طيبة اللي قامت بها هي المديرة للنادي الافريقي وزيارتها للحارس السابق للنادي الرياضي صفاقسي سي ناصر حريص ربي يشفيه ان شاء الله واللي تعرض الوعكة صحيا. نذكر المونتاج كان قام به مكرم الحطاب رفقة زملائنا بطبيعة الحال مهدي قاسم وحافظ بن عامر. بعض الارقام بعد هذا اللقاء نقطة فقط في 3 مباريات حصيلة سلبية لم يعرفها النادي الافريقي مع مدرب عبد الحق بشيخه في هذه البطوله وبعد قرابه 10 سنوات بالتحديد من سبتمبر 2002 يفوز النادي الصفاقسي في صفاقس على النادي الافريقي. ثم نبيل كوكي كان جمع 7 نقاط كمدرب للنادي الصفاقسي في 3 مباريات ضد النادي الافريقي. وجدي سمعت التصريحات الاخيره في المباراه بين عبد الحق بشيخه ونبيل كوكي. نبيل قال باترون عبد الحق بشيخه رغم النتائج المتواضعه مع النادي الافريقي في الموسم هذا وكيف كيف عبد الحق بالشيخ قال هذاك دربت معاه ونعرفه بالضبط وعنده باش يكون عنده مستقبل كبير. خدموا نعم. مع بعضهم اسكندر ويعرفوا بعضهم ويعني صراحه يعني وخذوا بطوله مع بعضهم كل شيء اكيد ما تبقى كان ذكريات طيبه لكن توا ما عادش وقت ذكريات توا وقت صحيح توا وقت الحاضر. الحاضر نشوفوا نادي صفاقسي يعني انتصاره ما كانش مفاجأة يعني بالنسبة لنا كنا ننتظروا أنه نادي صفاقسي باش تجي الانتصارات وباش تجي النتائج يعني الإيجابية خاصة أنه نادي صفاقسي كان يقدم في مردود ممتاز الأداء نتاعو كان ممتاز ما كانتش النتيجة تتبع لكن كنا قلنا قبل في حصة فارطة أنه نادي صفاقسي لما يواصل على الأداء هذا أكيد باش تجي الانتصارات وبدأت تجي الانتصارات. شفنا نادي صفاقسي ما قدمش مردود طيب في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني روش كل أمور المدرب شفناه خاصة لما دخل سلامة قزداوي ودخل بن سالم الفريق يعني صارت عنده نزعة هجومية وجاته فرص كثيرة فهمتني وخاصة في بوجود نبي سوما وقزداوي بن سالم ولا الفريق خطير يعني في الهجوم مع النادي الإفريقي زاد تراجع فهمتني. النادي صفاقسي ما سجل الهدف التعادل والهدف الثاني يعني وبصراحة يعني عن جدارة انتصار النادي صفاقسي. المحير هو وضع النادي الافريقي بصراحة النادي الافريقي يعني وضع محير ثلاث مباريات نقطة وحيدة ما نعرفش لومه على عبد الحق بالشيخة لهنا ولا يتحمل نسبة معينة من المسؤولية وإلا لهنا نقوله لا مع سوء حظه يعني كانت مواجهة ضد فريق كبير اسمه نادي الرياضي صفاقسي. لا ما ثماش سوء حظ الحظ يلعب دوره في بعض الحالات في كرة القدم لكن هذا من المفروض هو المدرب عبد الحق بن شيخه نفسه يعترف انه ثم يعني انا اسميه فشل بصراحه فشل يعني وقت اللي ينجح عبد الحق بن شيخه نقولوا نجح وقت اللي يفشل فشل. 3 مباريات الفريق سجل هدف واحد يعني النادي الافريقي جمهور النادي الافريقي كان امل عنده كبير برشا لما جاء المدرب عبد الحق بن شيخه وانه الفريق باش يعني المدرب عنده امكانيات وعنده قبل تاريخ مع الفريق كانوا ينتظروا انه الفريق باش ينتفض وباش يقدم المردود اللي كان ينتظروا فيه ويأملوا فيه أحباء النادي الأفريقي لكن هذا ما صارش. فريق سجل هدف واحد النادي الأفريقي ما سجلش هدف واحد في 3 مباريات يعني حاجة أخرى. حتى توظيف اللاعبين بصراحة يعني ثم بعض اللاعبين فريق ما مشاش لا في المباراة الأولى لا الثانية لا الثالثة يعني ثم لاعبين موجودين وانتدبهم النادي الأفريقي كما ربيع اللافي الوليد العقربي اللاعب الشاب لازم نعطيه فرصة اللاعبين الشبان وجدي جباري الفريق انتدبوا بالملايين ماهوش قاعد يلعب ولا يلعب مع الأمال يعني ثم بعض النقاط اللي لازم واحد المدرب يراجعها يعني ما فيها بأس يعني لما ما تمشيش الامور ما تمشيش النتائج راجع بعض الاختيارات. ندخل اكثر يعني. تفاصيل الجوانب الفنيه في هذا اللقاء مع لقطات ثلاثيه الابعاد بطبيعه الحال زبيد. حاولنا نفسر ايش صار في المباراه بالضبط خاصه تكتيكيا اسكندر. المباراه كانت شوط بشوط مثل ما قال فوز الروسي بالضبط كلمه وخرنا باش نحاولوا نفسروا كلمه وخرنا الجمهور الفريقين على كل علاش النتيجه كانت هكا في الشوط الاول وكانت هذه اللقطه الاولى. الشوط الاول كان النادي الافريقي ممتاز جدا في الثنائيات اليعقوبي العيفة امتياز كبير الظاهرين الاثنين ثابتين العكرمي والحاج مسعود المباراة محصورة في الوسط ودائما اهم حاجة نشوفوها في المباراة الدفاع الافريقي عالي جدا. شوفوا هذه دقيقة 12 37 متر على مرماه النادي الافريقي يلعب يعني في نسبة مرات قليل اللي قرب فيهم النادي الصفاقسي لانه مش ممكن ما يقربش قرب في اقل حاجه ممكنه مرتين سوما صوب ومره الحداد صوب وما كانوش اختار يعني نسبه كبيره. شوف مره اخرى دقيقه 22 دائما النادي الافريقي عالي جدا يعني حتى مضغوط كان عالي ومضيق المساحات وما خلاش لا سوما لا الحداد ولا المهاجم ادريسا يقربوا المناطق النادي الافريقي ويكونوا اختار وهنا ينجح
انتظر فرصة جاته كرة ثابتة من كرة ثابتة اخذ الأسبقية. الشوط الثاني هنا دقيقة 60 وعملية الهدف نشوفه الحداد حامل الكرة وملعوبة بسرعة وين ولا يدافع النادي الافريقي. الحداد ما قدامه ولا واحد. الضغط اللي كان موجود في الشوط الاول ممكن الارهاق ممكن ارضية الملعب المبلى ثقل ساقين الملاعبية بدا شوية سلسلة من الاخطاء. هنا نشوفه وين يتواجد دفاع النادي الافريقي بعد ما كنا في 37 متر و35 متر قالوا احنا في 10 امتار. هنا تعطي للحداد والسومانا بي انه يكون غادي. النقطة الثانية المهمة جدا تمركز المدافعين نظرا لحامل الكرة. شوف النادي الصفاقسي الساعة في 25 متر متاع النادي الافريقي ولا موجود بثمانية لاعبين. شوفوا الصورة هنا ثمانية من لاعبي السي اس اس موجودين في 25 متر الاخيرة متاع النادي الافريقي. الشيء اللي كان مش موجود اصلا في الشوط الاول وما توفرت في حتى فرصة. الحاجة الاخرى شوف البعد متاع المدافع هنا العيفة في الصورة اللي كان ممتاز صراحة في المباراة. هنا يتواجد بعيد جدا على سومانا بي وسومانا بي اللي كان من ابرز لاعبي السي اس اس في المباراه هذه بهدف وتمريره حاسمه. نشوفوا الهدف الثاني باش نعطيه حق النادي الصفاقسي زاد لانه مش كان النادي الافريقي اخطا النادي الصفاقسي كان تقلق. شوف سومانا بي مره اخرى تحرك قلق ما كانش عنده منافس مباشر وهذاك علاش شوفوا بعاد عليه مدافعين النادي الافريقي. وهنا العمل الكبير في الهجوم الجباري مش يطلب في العمق ورالي يعقوبي يوسفو على اليمين وخاصة هذا اللي في الصورة سلام القصداوي اللي بيسجل الهدف حركية كبيرة. حاج مسعود ابطأ شوية في التغطية نخليه العملية تتواصل بتشوفوا تمريرا نتاع سومانا بي سلام القصداوي وجه لوجه هذه عملية أولى اتألق فيها بن أيوب ولكن الجزء الثاني من العملية اللي هي 2 ضد 1 السلام القصداوي 1 ضد مدافعين 2 اللي هم الحاج مسعود والعيفة والأسبقية كانت للمهاجم وأول هدف بالرأس أعتقد الموسم هذا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي وأول هدف السلام القصداوي. نعم نقطة وحيدة بعجالة قبل ما نمشي للموفيولا زبير تعرف الفرق الكبرى في تونس فما نقطة اتفاق ما بينهم الكل وقت اللي فريق يعيش زوز ولا ثلاثة مباريات ما ينتصرش فيها تصبح الأمور والرأي العام وكل الأضواء مسلطة نحو أو موجهة للمدرب. هل فما إمكانية أن تكون الحالة هذه بدأت تتوجد مع عبد الحق بالشيخة ولا مستبعدة في هذه الأيام والله بعد ثلاثة مباريات؟ شوف اسكندر أهم حاجة شفناها الوضعية قبل المباراة هذه مع السي اس اس مع الكوكي والكوكي كان صراحة بعد المباراة قال لعبت بالقدية في المرسى ولعبت المباراة اللي قبلها بالقدية ولكن ما فزتش واليوم مباراة متوسطة وفزت شنو تفضل. اليوم فما مسؤولين وفما هيئة قراب جدا من الفريق عندهم خلفيات يشوفوا بعين معقولة الفريق متاعهم يلندرا في الوضعية هذه بيش يتحسن ولا. والحاجة الأهم هي التايمينج يلندرا اليوم في السلسلة متاع المباراة الجاية النادي الأفريقي اللي هي مباريات ما هي سهلة النجم على أرضه الأولمبي البيجي البرة مستقبل مرسى والترجي ورا بعضهم في على يعني مهمة صعبة جدا لعبد الحق والشيخة هنا مع النادي الأفريقي هنا واللاعبين مقسومة مقسومة للأمانة يلزم اللاعبين زادة لازم نشوفوا ذوادي ذوادي لازم نشوفوا مويبي مويبي لازم نقولوا الحق يزيكال زاد لازم نشوفوه يسجل يقلق صحيح ما يسجلش النادي الافريقي حاسه بمهاجم يسجل يعني لازم تتحسن الامور بصراحه. فما العيفه اللي يستحق يعني كلمه تشجيع مردود ممتاز جدا والنجم يعقوبي رجعت اليوم كانت ممتازه جدا. اسكندر لازم نقولوا الحق الهيئه هي اللي عندها اكثر صلاحيات واكثر معلومات واكثر خفايا عن الفريق وتعرف مصلحه الفريق والتايمينج هي الأدرى به. نعم. يعني صعيب باش نكون صارمين اليوم يزم التغيير ولا هذه ظهر لي مش مولات هيئة النادي الافريقي. نعم يعطيك الصحة زبير نمشيو للموفيولا شحال لقطات بالضبط يونس في هذا حالتين في المقابلة هذه واحدة تشوفوها تدخل اللاعب نتاع النادي الصفاقسي مع مدافع النادي الافريقي تشوف الكرة تدخل هنا كان خطأ تقديري من الحكم لأن نشوف البطيء انه لاعب تاع النادي الافريقي هو اللي يمشي للكره ما يعرفش اللي فما لاعب جاي فما نشوفوا البي افون تاع لاعب تاع النادي الصفاقسي اللي يحط الساق نتاعو مع المدافع تاع النادي الافريقي وكان مفروض على الحكم انه يعلن على مخالفه في النادي الافريقي لا العكس وكان هنا خطا تقديري من الحكم. اللقطه الثانيه اللي هي تهم مساعد الحكم تشوف التغيير الكره هوني حالة تسلل يرفعها للمساعد ونشوفه كيفاش البنك نتاع النادي الصفاقسي يتحرك شوية مع المدرب ونرجع للقطة نشوف اللي ما كانتش فما تسلل لأن عند خروج الكرة لاعب نادي الصفاقسي في أقصى الصورة على اليسار كان في وضعية سليمة
والخروج نتاعو. طبعا المساعد ما كانش ربما متمركز، شفنا هيجان شوية على البنك، وهذا ربما يرجعني لحادثة صارت اليوم على الأسف، أنه أول مرة معناها تسجل أنه امرأة تمشي تعطي كف الحكم في مقابلة نتاع وليدات صغار، في معناها مقابلة رسمية، فنقطة استفهام ما شاء الله وين ماشيين. إلا كان حتى العنصر النسائي مباراة إيدينية سيونس سمعنا أقل من 15 سنة ممكن الولد بين الملعب التونسي والترجي يلعب الحكم معطاش ربما مخالفة معطاش ضرب جزاء، إحنا لأن الخبر جانا على الطاير مازلنا ما نعم بصير أكيد تتبعات عدلية وشيخ القضاء مش معروف هذه ولية ولا كانت من الهيئة المديرة كان هي ولد معناها لاعب وتعلمه من هو صغير معناها في قسم الأداني التعامل مع الحكم، فطبعا حقيقة كما قلت معناها موقف مخجل جدا مخجل نعم. مخجل برشا صحيح مخجل في يوم المرأة اسكندر كانت عنا فتاة يعني دافعت على العلم التونسي وبعدها بيومين يعني امرأة تصبح حكم يعني انسان واعي في تونس يعني مش معقول نعم. يعني مش نوع واحد. نكملوا مع المباريات اللي دارت بالامس الترجي جورج